السلام عليكم. مساهمة بسيطة جدا مننا ودعم بسيط جدا لإخواتنا في فلسطين، وربنا ينصرهم يا رب ويفضلوا صامدين وأقوياء زي ما احنا متعودين معهم على طول. بصوا، ده ستاند بسيط كده انا عملته من الريزن، حبيت بس اشارك في الدعم النفسي حتى المعنوي. اكيد احنا ما نقدرش نعمل حاجة غير ان احنا يعني نقف في ظهرهم ونقولهم ان احنا معاكم ومش راضيين على اي حاجة من اللي بتحصل. فانا حبيت اترجم دوت للستاند اللي انا عملته. الستاند ده من الريزن، تعالوا اعرفوا معايا كل تفاصيله وطريقة التلوين، ازاي دخلت الصورة دي، حطيتها ازاي في الريزن، الكتابة ازاي، التفاصيل كلها زي. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة. معاكم تسبيح ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنحتاج معانا ايه بقى؟ هنحتاج طبعا اهم حاجة وهو الريزن، ولو انتم مقيمين هنا في قطر فنقدر اوفر لكم نفس نوع الريزن بتاعي دوت. وهنحتاج كمان الميزان، القالب، الهوت اير جان، الكوباية البلاستيك، الكوباية، العصيان الخشب، الخلة. خدوا بالكم من القالب دوت، قالب الستاند. انا ما عنديش قالب بالشكل دوت كبير من غير ما يكون فيه خرم في النص، بس انا بقفل الخرم ده، هتعرفوا ازاي خلال الفيديو. معايا بقى مجموعة الوان عشان انا الصراحة اللون الاخضر مش عارفة هكونه ازاي، فده اللي هنشوفه مع بعض. معايا طبعا الاحمر والاسود والابيض، وكمان حبة اخضر كده على ازرق علشان خاطر عايزة اطلع درجة خضرة حلوة تبقى مناسبة لدرجات العلم. خلاص حتى جبت مايكا، بس انا حاسه ان المايكا مش هتبقى قد كده، لان انا مش عايزه الالوان طبعا تكون بتلمع لان العلم مش بيلمع. خلاص، وهنبدا مع بعض نعمل الريزن. اول حاجه هنبدا نخلط الريزن. طبعا بيبقى الميزان بتاعنا مقفول، نحط الكوبايه، نبدا نصب، نفتح الميزان ونصب عليها الريزن، بعد كده نقفل ونفتح الميزان تاني ونحط الهاردنر. انا مش بقول لكم النسب لان كل نوع ريزن وليه نسبه الخاصه، فانتوا لازم تسالوا البياع اللي بتشتروا منه النسب بتاعتكم كام لكام. خلاص، وبعد كده هنقفل الميزان ونبدا نخلط. علشان تخلطوا صح وتتفادوا البابز لازم تقلبوا في اتجاه واحد بشويش. طبعا انا مسرعه الفيديو جدا، انما انا بقلب بشويش لمده 3 دقايق في اتجاه واحد. خلاص، بعد ما خلصنا انا جبت الكوبايات الصغيره دي، ودي انا جايباها من علي اكسبريس وطلعتها لكم قبل كده في فيديوهاتي بتاعت مشترياتي من علي اكسبريس للي عايز يعرف اللينك. خلاص، بعد كده بوزع فيها، فانا عايزه اعمل فيها درجه احمر ودرجه اخضر ودرجه اسود، والابيض هعمله في الكوبايه نفسها. تقريبا الستاند دوت اخد مني 150 جرام مثلا، ممكن 150 ل 180، نقول 150. خلاص، اللي انا عملته ان انا جبت الالوان. الالوان اللي انا بحطها دي يا جماعه بيجمنت، اوكي، جايباها برضو من علي اكسبريس وطلعت في فيديوهات مشترياتي من علي اكسبريس. وبالنسبه للون الابيض انا هحط من الابيض دوت، بس انا عايزاه يبقى تقيل شويه او ابيض صريح اكتر، فهحط عليه كمان ابيض اكريليك. انا صراحه بحب جدا الابيض الريزن، بس للاسف خلصان من عندي وقاعده بحاول ان انا ابعت اجيبه تاني علشان اقدر اشتغل بيه. انا كنت بحب اعمل بيه حاجات كتير قوي، فالبديل لي الاكريليك بس مش قد كده. ومهم جدا طبعا تجيبوا نوع اكريليك نظيف، نوع غالي، ما تسترخصوش عشان ما يبقاش فيه شوائب او بقايا تبقى ظاهره عندكم في التصميم بتاعكم تبوظه. خلاص، زي ما انتم شايفين انا جهزت الابيض وحطيت الاحمر والاسود، وهنشوف كمان هنعمل ايه بقى في الاخضر. انا لان انا صراحه مش بحب درجه الاخضر قوي قوي، يعني ما عنديش شغل بعمله بالاخضر، فعشان كده درجات الاخضر عندي مش قد كده. خلاص، انا بدات اهو احط في القالب الابيض. طبعا مهم جدا تكونوا متأكدين ان القالب بتاعكم نظيف، تنظفوه ازاي، تجيبوا السولوتيب او التيب حسب ما انتوا بتسموه، المقاس التخين، وتقطعوا منه حتة وتمشوا على القالب كله تنظفوه. انا طلعت لكم الطريقة دي قبل كده في كذا فيديو. خلاص، انا وزعت الابيض. ليه بعمل بالعصاية كده؟ عشان بس كان في الوان انا مخلطتهاش قوي قوي، فعشان كده بس كنت بتأكد من الخلط. وبعد كده بالهوت ايرجان او الولاعة او التوش، الحاجة المتوفرة عندكم، مشوا البابلز. خلاص، طبعا خدوا بالكم ان اللي معاه تورش، ان التورش بتبقى قوية، استخدموها على الدرجة الضعيفة. كمان خدوا بالكم من حاجة، ان الولاعة لو فضلتم مسلطينها على الابيض ممكن يصفر،
فتاخدوا بالكم من الملحوظة دي. خلاص انا قلبت الاحمر وحسيت درجة الاحمر دي حلوة. وانا بص انا كنت بدور على احمر وجبت الوان كتير لاحمر قبل كده، ولا مرة عملت معاكم حاجة ريزن احمر، فدي كانت اول مرة استخدم اللون الاحمر ده، وكان لون جديد صح جاي لي. خلاص بصوا انا حطيت اخضر كحول، وحسيت انه لا انا عايزة اللون اتقل من كده شوية، حطيت عليه سنة اخضر مايكا اوكي علشان ما يبقاش شفاف. الالوان الكحولية مختلفة عن البيجمنت، الالوان الكحولية فيها شفافية عالية، فانا حطيت من الباودر بس بسيط عشان برضو ما يلمعش. وبصوا حطيت عليها سنة تركواز، يعني عشان بصوا انا كنت في الاخر عايزة اكون لون اخضر يبقى قريب من لون العلم. تعالوا بقى نبدا نخلط. بص انا قعدت افكر في التصميم كتير، قعدت افكر اعمل العلم ازاي، طب احط مسجد الاقصى، طب احط ايه في الديزاين، كان في قدامي افكار كتير بفكر فيها، حتى فكرت لو انا اعمل الشال بتاعهم، بس الصراحه حسيت ان الشال ممكن يبقى صعب قوي على الرزن، ان النقط السوداء اللي فيه ممكن تسيح، يعني هيحصل ايه. ففي الاخر انا قررت ان انا صراحة عايزة اعمل، كان ممكن ادخل صور طبعا، بس انا فكرت ان انا اعمل العلم واخلي الالوان بتاعته تايهة كده في الابيض، حلو متشعبة في الابيض يعني ان هو منتشر اوكي. وهتشوفوا بقى معايا انا هعمل ايه. بس انا يعني انا قعدت احاول جدا ان انا اظبط العلم على قد ما قدرت، بس حسيت ان انا كل ما شعب الالوان اكتر في الابيض مدي شكل حلو، يعني يا ريتني كمان شعبته اكتر من ما انا عملت. يعني انا كنت شايفه دي وجهه نظري، طبعا كل واحد عنده تفكيره يعني. خلاص حتى كنت بفكر اعمل الخريطه بتاعت فلسطين واعمل جوها العلم، لان دي طبعا صوره يعني مشهوره قوي، بس رجعت قلت لا انا اعمل العلم وخلي الالوان بتاعته متداخله مع الخلفيه. وما كنتش مفكرة ابدا ان انا احط المسجد الاقصى، انا كنت مفكرة ان انا اكتب فلسطين بطريقة حلوة واحط الهاشتاج، او احط الهاشتاج وممكن ما كنتش هكتب فلسطين. وبعدين وانا بشتغل بقى يعني عارفين الديزاين بيبان واحنا شغالين، هتشوفوا كل حاجة واحنا شغالين. بصوا طبعا اللي بص على المنظر ده ايه اللي انا بعمله دوت ان هو مش حلو، بس قعدت بقى اظبط فيه اظبط فيه. انا كمان كان نفسي ان يبقى المثلث لتحت شويه، طبعا انتوا عارفين ان اوريدي الريزن بيتحرك والريزن بيمشي، فعشان كده لازم تفضلوا وراه بقى تزقوه تزقوه لغايه ما تظبط معاكم. انا كان هممني كمان النقطه اللي مفتوحه او اللي هي الحته البارزه في القالب تبقى في الابيض، عشان لما اجي احط ريزن علشان وقت ما اقفل احط ريزن يبقى انا قدامي احط ابيض، انما هقعد اجيب بقى نفس درجة الاخضر منين. فعشان كده هتلاقوني بحاول ازق التصميم كله لتحت، الاخضر لتحت، بحاول اظبط المثلث اكتر. بصوا صراحة انا استمتعت جدا بالديزاين، ما كنتش متخيلة هيطلع عامل ازاي، يعني انا قعدت اجرب 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 لغاية ما في الاخر حسيت ان هو الحمد لله ظبط. انا بالنسبة لي شايفة الستاند حلو قوي وشايفة التصميم حلو قوي، بس ما عرفش بالنسبة لكم ايه، هستنى ارائكم. اللي عنده رأي يكتبهولي، لو كنتوا شايفين ان انا اشتغل على خلفية تانية ايه لونها، طب كنت احط ايه في الديزاين، هل لما هحط الاقصى وهتشوفوا ازاي انا هعمله في الاخر هيبقى حلو ولا كنت اعمل ايه. حاولوا تشاركوني دايما علشان احس ان انتوا في حد بيستنى فيديوهاتي وفي حد بيتابعني، وناخد وندي كده مع بعض. فقولوا لي رايكم وقولوا لي تفكيركم، وطبعا دعوه حلوه لاهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. بصوا اهو شوفوا انا بحاول انزل بالاخضر لتحت ازاي، طبعا بحاول ان انا ما بوظش الابيض لتحت لان انا عاوزه حته بيضه تحت اكتر. انا هفضل اشعب فيه. واخدين بالكم الاحمر ازاي اتأثر من الجنب، هي دي بقى فكرة الريزن، ان هو الريزن هيدينا تأثيرات كمان زيادة. انا فضلت اعدل فيها لغاية ما وصلت للنتيجة دي وسبتها تنشف، ودي النتيجة بعد ما نشفت. عايزة بقى اكتب فلسطين، فانا جبت قلم رصاص عشان اكتب، لقيت ان هو صراحة مش هيبان، وجبت ورقة بصوا رسمت عشان اتخيل المنظر انا هعمل ايه عشان ما بوظش الدنيا. بس زي ما قلتلكم ان الرصاص ما بانش قوي عليه، فعشان كده هستخدم الوان فلوماستر العادية جدا اوكي، عشان حتى ممكن تتمسح بعد كده بالمية. انا كنت هكتب فلسطين عادي واحط الهاشتاج، بس
فكرت كمان في فلسطين دي، بس قلت ان العالم في وسط العالم هتبقى صعبة قوي فكنسلتها. فقلت خلاص خليني في فلسطين، واخد مسجد الاقصى احطه. قعدت افكر بقى انا احطه في النص ولا في الجنب ولا ايه، وبعدين جات لي فكره طب ما انا اعمل النون كبيره واحط فيها المسجد الاقصى. بصوا انا بحكي لكم قصه حياتي، يعني انا مش عايزه حد يزهق، بس حاسه ان ممكن لما احكي لكم مثلا الخطوات بتاعه تفكيري او انا بعمل ايه يفتح الطرق لناس تانية. خلاص جبت قلم فلوماستر عادي جدا بيتمسح، يعني مش قلم بيرمننت ولا حاجه، قلم فلوماستر عادي، وبدات اكتب الكلمه. انا كان الهدف عندي ان انا عايزه الكلام يبقى داخل في وسط العلم، لازم يبقى طالع كده في وسط العلم. بص انا حطيت ميه على المنديل ومسحتها عادي جدا. قعدت بقى افكر فيها واظبطها يعني كتير، ومش كلهم متصورين طبعا عشان انتوا مالكمش ذنب. انا الاول طبعتها بالغلط ابيض واسود، وبعدين طبعتها ملون، وطبعتها صغيره علشان تدخل في حرف النون. هقصها معاكم دلوقتي بحيث ان هي تبقى دورية او بيضاوي عشان يدخل في الاطار بتاع حرف النون. ايه عايزة برضو تقولولي رأيكم، ايه رأيكم في الفكرة، حلوة ولا كنت احط حاجة تانية، ولا كانت الكتابة بس كان هتبقى احلى؟ لان طبعا المسجد الاقصى خبى حتة من الاحمر، بس انا حسيتها حلوة. يعني المسجد الاقصى دي انا طبعاها يا جماعه على ورق A4 عادي جدا، الورق البرينتر العادي، بس هجلدها. هجلدها ازاي؟ هتشوفوا معايا، انا عملت معاكم فيديوهات كتير، بس هتشوفوا معايا كل حاجه بالتفصيل الممل، بس يا رب انتوا ما تزهقوش مني. خلاص انا قررت في الاخر ان انا اكتبها كده، وبعدين مسحتها تاني يا جماعه عشان اظبطها، يعني ما تاخدوش في بالكم. حاولت ان انا، بصوا انا جربت اكتب الهاشتاج كذا مره، بس مشكله ان هو طويل طبعا وبيطلع وينزل مني. اكيد يعني لو متوفر لكم ان انتوا تطبعوا الكلام ده وتستيكر، روحوا طبعا اطبعوه، بس انا ما بعرفش استنى وما بعرفش اصبر. الفكره فكرت فيها امبارح بالليل وقمت نفذتها، بس فما قدرتش ان انا اصبر لسه اروح لمكتبه واقعد اطبع وارجع تاني، هكون اتشدت لحاجه تانية. فكان لازم ان انا اعملها وقت ما انا عندي الحماس والنشاط عشان تخلص بسرعه وتخلص حلوه ان شاء الله. غير ان انا ما كنت هجيب بقى منين ديزاين مطبوع فلسطين بالفتحه بتاعت النون الكبيره والحوارات دي، فعشان كده انا اعتمدت على نفسي. بص انا حاولت كمان في الحته بتاعت النون ان انا الم شويه على المسجد الاقصى كانه حضناها يعني. خلاص وظبطت الهاشتاج وخلاص بحط التشكيل بتاع الكلمه، وهنبدا بعد كده نعمل الصوره. تقدروا تطبعوا المسجد الاقصى على ستيكر كمان هتبقى حلوه جدا. اكيد يعني يا جماعه الموضوع ده عشان بس في ناس بتقولي ان انا بصعب على نفسي، انا مش بصعب على نفسي، بس انا مش بعرف اصبر قوي، ولو الفكره طالعه في دماغي يبقى انا عاوز اعملها دلوقتي مش بعد شويه كمان. فعشان كده بحب اعمله وبعدين، لان في ناس كمان مش متوفر عندهم فرصه ان هم يطبعوا وشايفين خطهم حلو، طب ليه لا، جو اون يعملوها. بالنسبة للصورة هنجيب الستيكر ده، ورق ستيكر انا وريته لكم قبل كده كذا مرة، انا بشتري كده ستيكر شفاف هو للطباعة، بس انا ما بطبعش عليه، انا بستخدمه للتجليد. حلو. الفكرة كلها ان انا هجلدها بالستيكر دوت، وبعدين هقص حواليها، بس ابقى سايبة اطار يا جماعة 2 ملي كده، وابقى ضغطها حلو جدا. يعني بصوا انا ازاي ضغطها بالمقص عشان ابقى ضامنة ان مفيش اي هوا مفيش اي حاجة. كمان الاطراف اللي هي 2 ملي اللي احنا هنقصها دي لازم تكون لازقة في بعض جدا عشان ما تدخليش الريزن للصورة، فالصورة تبوش او تبوظ مننا. هي عاملة بالظبط كده كأن زي اللي انتوا طبعتوها ستيكر او رحتوا جلدتوها في مكتبة. يعني انا بشوف الصراحة ان الفكرة بتاعت الورق ستيكر دي هايلة، بس ما ينفعش اطبع على الستيكر. ليه؟ علشان انا عندي برينتر عادية، علشان تطبعوا على الستيكر لازم يكون عندكم برينتر ليزر. انا هلزق هنا بالايبوكسي الصورة عشان ابدا الون الكلمه، بس طبعا لو مش متوفر عندكم الايبوكسي الزقوها بالطريقه اللي تعجبكم بالاوهو. ممكن طبعا تلزقوها بالريزن اساسا. يمكن لو انا جيت اشتغل الديزاين ده تاني فانا عارفه انا هعمل ايه، فممكن بعد ما اعمل الطبقه بتاعت الريزن دي اروح حاطه الصوره. اوكي هتلزق، بس لان انا فكرت في التصميم بعد ما خلصت العلم ونشف، فبالتالي انا مش قدامي حل غير اني الزقها دلوقتي. هلزقها بالايبوكسي وهو انبوبتين، وباخد نفس الكميه من هنا معاها كميه من هنا بخلطهم، وهما نوع من انواع الريزن اساسا فمش هيعمل اي مشكله.
خلاص، بس طبعا بينشف بسرعة جدا بمقارنة بالرزل. خلاص انا حطيت اهو الايبوكسي، وهروح احط الصورة بتاعتي في المكان اللي انا قررته. بقولولي بقى شكل الخط حلو ولا ايه والكلام وكده. طبعا كل ده هيظهر في الاخر لما هنلونه، اكيد انا مش هسيبه بالفولماستر. بصوا انا حطيت دي هنا علشان اضمن بس ان الصوره ما تتحركش وتثبت حلو. ده لون اسود اكريليك، وهو ده اللي انا هلون بيه الكلمه بتاعتي. همشي بقى على كل الكلام دوت بالاكريليك وفرشه رفيعه كده، ونمشي ونظبط. يا ريت لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، اهلا بيكم في قناتي، هتستفيدوا جدا وهتتعلموا حاجات كتير في الصلصال الحراري وفي الرزن، وهتلاقوا الاساسيات. يعني هتلاقوا من حد ما بيعرفش يشتغل خالص لغايه الاحتراف ان شاء الله. هتلاقوا عندي دايما افكار مترقعه وحاجات اختراعات، يا رب دايما تعجبكم. هتلاقوا عندي الشرح بالتفصيل الممل، بس انتوا ما تزهقوش. خلاص اشتركوا ودعموني، ولو الفيديو ده عجبكم والستاند عجبكم اعملوا لي لايك جميله كده تشجعني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر وافكار كتير ان شاء الله. ولو انتوا بقى دايما بتشوفوا فيديوهاتي وبخلانين عليا بالاشتراك، يا جماعه شجعوني وبلاش بخل بقى، علشان انتوا مش خسرانين اي حاجه ومش بتكلفكم ربع جنيه حتى. فكله يشترك وكله يقول لي رايه، لازم تقولوا لي رايكم ايه، الديزاين حلو ولا لا، وايه رايكم في الفكره نفسها، وهل كنت احط الصوره ولا ما احطهاش، واللي عنده طبعا اي سؤال يكتبه لي. بصوا انا هنا هو عملت ازاي، اشتغلت كله بالاكريليك، وبعد كده لازم اسيبه ينشف. اوعوا تصبوا عليه على طول، علشان ممكن يكون في حته لسه ما نشفتش فيسيح ويبوظ لكم الشغل. دلوقتي نشف يا جماعه، احنا في مرحله ان احنا نقفل الخرم. طبعا لو عندكم قالب ما فيهوش خرم يا بختكم يا حظكم يعني، بس انا مش معقوله اروح اشتري قالب نفس الشكل ونفس كله عشان بس الخرم. فانا شفت ان انا اقفل الخرم دوت، وبعد كده احط فيه ريزن ابيض وخلاص يبقى الموضوع اتحل. وده انا عملته معاكم في كذا حاجه قبل كده. بصوا خلطت حبه ريزن ابيض وحطيته. يمكن انا في الاخر انا مش هاخد بالي دلوقتي ان الابيض فارق سنه، لان للاسف انا عملته بالالوان الاكريليك بس ما حطيتش من البيجمنت الابيض البيجمنت، فاللون اختلف سنه. بصوا هو هنا مش باين، بس انا كنت شايفاها شويه وضايقت منها، ففكرت ان انا لازم احلها، وهتشوف انا حليت المشكله دي ازاي. اوكي دلوقتي اللي هنعمله ان انا عملت حبه ريزن شفاف وهبدا ادلقه. انا الريزن بتاعي تقيل، لو الريزن بتاعكم خفيف ما تعملوش الحركة دي الا ما يتقل، علشان خاطر ما يقعش من الاطراف ويجري منكم. كمان لما تيجوا تصبوه من النص، وتصبوا كمية قد القالب، ما تحطوش بزيادة. اوكي طبعا انا للأسف غلطت وخلطت ريزن كتير، بس عملت بيه فكرة تانية ان شاء الله هتشوفوها في فيديو من الفيديوهات، هقول لكم ده ببقية الريزن اللي انا عملته في فيديو بتاع فلسطين. خلاص زي ما انتوا شايفين انا بوزع وبقفل على كله، بس شفت بقى الخرم باين شويه، فبالصلصال الحراري عملت قلب كده احمر من الصلصال الحراري، ومن غير ما اسويه ولا اي حاجه حطيته في الريزن. كان ممكن طبعا ستيكر احمر، كان ممكن ورقه وجلدها، بس انا كنت عايزه الحق الريزن قبل ما ينشف، فعشان كده رحت حاطه الصلصال علشان مش هيتاثر من الريزن ان شاء الله. بس شايفين القلب الاحمر اهو، انا حسيت انه شكله حلو جدا وحلها كمان اكتر من الاول. تعالوا نسيبها تنشف ونشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. بصوا بعد ما نشفت طلعت حلوه جدا جدا. انا جبت ستاند خشب ووقفتها عليه وطلع شكلها حلو. يا رب يكون فيديو عجبكم، هو مساهمه بسيطه جدا لاهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. سلام عليكم.